أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأيي. لا زال الحديث الذي ذكره محمد أبو تريكة صداه يتردد في العالم أجمع بين أكثرية مؤيدة لتلك الكلمات وبين أقلية تريد فرض وجهة نظرها على الجميع. مع الأسف الشديد تلك الأقلية الآن تتحكم في الإعلام العالمي وتقوم بشن هجوم حاد على محمد أبو تريكة، ما دفع بكل أبناء العالم الإسلامي لإعلان تضامنهم مع هذا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة صاحب الإنجازات الكبيرة مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني. هو أعلنها صريحة بأنه يقف ضد الشواذ وأنه لابد على العالم الإسلامي أن يواجه تلك الظواهر البعيدة كل البعد عن الأعراف المجتمعية أو القيم الإنسانية. مؤخرا نادي الوحدات الأردني يعلن عبر صفحته الرسمية على انستجرام دعمه الكبير للاعب محمد أبو تريكة. نادي الهلال السوداني أيضا أعلن عن دعمه لمحمد أبو تريكة وكتب كلمات قوية تضامنا معه. الأجمل من كل هذا هو هتاف الجماهير الجزائرية المتواجدة بالأمس في الدوحة حينما كانت ترى مواجهة منتخبها الوطني أمام المنتخب اللبناني في إطار كأس العرب وبالتحديد في الدقيقة 22. كل الجماهير الجزائرية المتواجدة هتفت باسم أبو تريكة. أيضا شقيق الأمير قطر الشيخ خليفة بن حمد الثاني أعلن عن دعمه الكبير لمحمد أبو تريكة قائلا بأنه شخصية تستحق الاحترام والتقدير. إذن هناك إجماع عربي، إجماع من كل أبناء العالم الإسلامي على دعم أبو تريكة في مواجهة تلك الحرب الشرسة التي يخوضها ضد الشواذ، وأيضا مواجهة هجمة شرسة من قبل الإعلام العالمي. دعوني أرحب الآن بواحد من أهم رموز العالم الإسلامي، وهو الدكتور زغلول النجار رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والذي كتب أيضا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليعلن عن دعمه للكابتن أبو تريكة. أهلا بحضرتك يا دكتور زغلول. وبكم يا أخي. دكتور زغلول، يعني نرى مع الأسف الشديد هجمة شرسة على محمد أبو تريكة برغم من أن الرجل دافع عن الأعراف المجتمعية، عن القيم الإنسانية، عن أمر منافي للفطرة، ومع ذلك يتعرض للهجوم من هذا اللوبي الداعم للشواذ. بماذا تعلق فضيلة الدكتور؟ أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة العاملين في قناتكم الفاضلة وكل المشاهدين لكم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الموقف من الكابتن محمد أبو تريكة يعكس مدى الانحلال الذي وصلت إليه المجتمعات المعاصرة في غيبة الدين. المجتمع الغربي فقد الدين بالكامل، الكنائس مفلسة، معابد اليهود مغلقة، ولذلك يحاربون الإسلام لأنهم يرون أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وتخيل كثير من أهل الغرب بصفة عامة وأهل الدول غير الإسلامية بصفة خاصة، تخيلوا أنهم بإمكانهم أن يعيشوا بغير هداية ربانية، فأنكروا الدين وأنكروا البعث بعد الموت وأنكروا الحساب والميزان والصراط ثم الخلود في حياة قادمة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، ولذلك يعني يغوصون في الوحل لهم يعني عدة قرون متواصلة، وبلغ غرقهم في الوحل يعني أقصاه في أيامنا هذه للأسف الشديد، لأن المسلمين تراجعوا عن الدعوة الإسلامية، والغرب يتخيل أن في الإسلام يعني تهديدا لمبادئه المنحطة التي تخيلها أن فيها حرية للإنسان، وبدأ الإنسان ينهار في هذا الوحل من الطين يعني عاما بعد عام، حتى وصل إلى مستواه الحالي الذي لا يتخيل أنه يعني كان في يوم من الأيام بهذا القدر
من الانحطاط الجماعي الذي نراه في الإنسان الغربي في هذه الأيام. ونحن نعلم أن أول من بدأ هذه الجريمة جريمة قوم لوط، يعني جريمة المثلية أو الشذوذ الجنسي، هم قوم لوط سنة 1898 قبل الميلاد، وجاء يقلدهم بعض الطليان أهل بومبي في جنوب إيطاليا، فسلط الله عليهم بركانا ثار فدفنهم بالكامل في الرماد البركاني. وعندما أخرجوا يعني أو أزالوا هذا الرماد البركاني وجدوا يعني أجسامهم قد تحجرت في أوضاع تأباها أي أخلاق أو أي قيم إنسانية. ثم بعد ذلك في إمبراطور روما أصدر سنة 390 ميلادي قانونا بإعدام الشواذ جنسيا بالإحراق حرقا. وفي مطلع القرن الثامن عشر الميلادي تحولت العقوبة إلى القتل شنقا، ثم ألغي القانون واستبدل بالسجن 10 سنوات سنة 1861 ميلادي. وألغت أمريكا عقوبة الشذوذ الجنسي سنة 62 ميلادي، وتبعتها بقية الدول الغربية. ومنظمة الصحة العالمية ترفع الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض العقلية سنة 99 ميلادي. وكان يعني الحقيقة هذا الانهيار سببه البعد عن الدين ومحاولة استقلال الإنسان للتشريع لنفسه، ويعني إنكار حاجة الإنسان إلى الهداية الربانية. وربنا تبارك وتعالى يعلم أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في سلوكه الدنيوي، ولذلك علم أبانا آدم الأسماء كلها، وأرسل سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين. وكلما عاش الإنسان بالهداية الربانية كلما صح عقليا ونفسيا وأخلاقيا وسلوكيا، وكلما بعد عن الهداية الربانية كلما انحط في الوحل حتى يعني يقضي على حياته وعلى مجتمعاته. وهذا ما يتجه العالم الغربي إلى يعني تحقيقه وتطبيقه في هذه الأيام، والخروج في حسن الدعوة للإسلام الذي يطهر الإنسان من مثل هذه السلوكيات المنحطة التي لا تقع فيها الحيوانات ويقع فيها الإنسان صاحب العقل وصاحب التكليف. لذلك أنا أحيي الإبن العزيز محمد أبو تريكة على موقفه النبيل الكريم، وهو دائما صاحب المواقف الإصلاحية الجادة، فتحية له من مبارككم الكريم وتحية من القلب، ودعاء لله تعالى أن يثبته على ما هو عليه من حق، وأن يجعل منه نموذجا لشبابنا يحتذي به ويقتدي بمواقفه الكريمة النبيلة التي تكررت في أكثر من موقف يعني في تاريخه الشاب. لذلك أقول يعني لابد لنا من تكريم هذه الشخصية والوقوف بجوارها حتى لا تنهار يعني الأخلاق والسلوكيات العامة كما عندنا كما انهارت في العالم الغربي. رائع جدا دكتور زغلول، لكن مع الأسف الشديد نشاهد بأن هذا اللوبي صوته الآن هو الأقوى، هو المتحكم في الصحافة العالمية. أن يجبر الدوري الإنجليزي اللاعبين على ضرورة ارتداء الشارات الداعمة للشواذ أمر مخالف للفطرة، ومع ذلك هم يتبجحون ويهاجمون أبو تريكة. يبدو بأن الآن هذا اللوبي هو المتحكم في العالم، كيف ترى هذه الظاهرة؟ هو طبعا الظاهرة تعكس البعد الشديد عن الهداية الربانية. العالم الغربي الآن يحاول أن يحيا بقيمه هو وبموازينه هو، والنموذج الواضح أمام الجميع أن الإنسان إذا تخلى عن الهداية الربانية ينحط في معيار الإنسانية حتى يفقد إنسانيته بالكامل. والذي نراه في العالم الغربي الآن يعني الشواذ، أنا رأيتم والله في سان فرانسيسكو يعني في أوضاع لا تليق بالحيوانات، لا تليق في يعني مظاهرة تملأ الشوارع لهؤلاء الشواذ في سيارات مكشوفة.
يعني يكشفون عن عوراتهم التي يستحي الحيوان من كشفها. فماذا تتوقع من أمثال هؤلاء؟ وهم الذين يهيمنون على العلم الغربي، وهم الذين يهيمنون على السياسة الغربية. ولذلك لابد لنا من الوقوف أمام هذا التيار الانحطاطي الذي ينحطم الإنسان عن مستواه الإنساني إلى ما دون دون الحيوانية، وأن نوجه هؤلاء الناس الذين ضلوا وفسدوا فسادا كبيرا إلى خطورة ما يقفون معه ويدعمونه ويدعون أن هذه هي الحرية الشخصية. طب دكتور زغلول، نادي الوحدات الأردني، كابتن المنتخب الأردني أيضا الكابتن محمود أعلن عن دعمه الكبير لأبو تريكة، كيف ترى مظاهر التأييد تلك داخل الدولة الأردنية لمحمد أبو تريكة؟ والله هذا طبعا أمر فطري، يعني أي إنسان عاقل لابد أن يقف بجوار موقف محمد أبو تريكة، وأن يؤيد أن الإنسان أرفع وأعلى وأكرم عند رب العالمين من هذا الانحطاط الذي وصلت إليه المجتمعات الغربية. والسبب في ذلك أنهم بعدوا عن الدين بعدا كاملا مع الأسف الشديد. طيب دكتور زغلول، الجماهير الجزائرية هتفت باسم أبو تريكة أثناء المباراة، كان لافت للنظر بأنه أبو تريكة يحمل محبة كبير داخل كل قلوب أبناء العالم الإسلامي، وترجم هذا الأمر في هتافات الجماهير الجزائرية. بماذا تعلق وماذا تود أن تقول للشعب الجزائري؟ والله يا أخي الكريم، يعني الشعب الجزائري كان دائما سباقا إلى الخير وسباقا إلى الوقوف مع الحق، والجزائريون الذين جاهدوا الاستعمار الفرنسي لقرن ونصف من زمن أو أكثر من ذلك، ويعني ضحوا تضحيات كبيرة وعندهم أكبر عدد من الشهداء في تاريخ الإنسان المعاصر. شعب يقف مع الحق دائما ويدعمه ويؤيده، وهذه المظاهرة هزت قلوب وعقول كل من شاهدها. فتحية للشعب الجزائري ودعاء من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على دينه كما يثبت بقية المسلمين في العالم، وأن يجعل المسلمين يعرفون فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، وفضل الالتزام بالأخلاق الإسلامية على الانحطاط الذي تهاوت إليه المجتمعات الغربية حتى وصلت إلى ما دون الحيوانية مع الأسف الشديد. طيب دكتور زغلول، الطب الحديث أثبت بأنه من يمارس الشذوذ الجنسي يصاب بأمراض خطيرة، كيف ترى هذا الأمر وتعلق عليه؟ والله يا أخي الكريم، يعني كتابات الأطباء الغربيين أنفسهم يعني يحذرون من هذا الانحطاط تحذيرا شديدا. يعني نرى أن كثير من الأطباء الغربيين، يعني عندي هنا يعني جوزيف فرانك، هذا طبيب أمريكي كتب كتابا بعنوان الشذوذ الجنسي والكنيسة Homosexuality and the Clergy، ويحذر فيه تحذيرا شديدا من الانحطاط إلى هذا السلوك، ويقول إن الشواذ جنسيا يمثلون 60% من مرضى المرض الجنسي المعروف باسم الإفرنجي أو الزهري، ويقول أن 4% من مرضى السيلان و 17% يعني من أمراض جنسية أخرى في داخل المستشفيات الغربية، هذا عدد الذين يلجؤون إلى يعني الأطباء في شيء من السرية. ويقول إن الشذوذ الجنسي يؤدي إلى حياة غير صحية، لذلك الشواذ يمثلون غالبية المصابين بالأمراض الجنسية الخطيرة وغيرها من أمراض الجسد مثل الوباء الكبدي الذي يحمل الشواذ جنسيا نسبا تتراوح ما بين 26% و80% من مرضى هذا المرض. ومرض متلازمة أمعاء الشواذ The Gay Bowel Syndrome الذي يهاجم كثير من الذين يسقطون في هذه الهاوية في أيامنا هذه. فالأمراض كثيرة حقيقة، يعني الشذوذ الجنسي يعني هو انحطاط بآدمية الإنسان، انحطاط بإنسانية الإنسان إلى ما دون الحيوانية، فلا بد أن يؤدي إلى
كثير من الأمراض التي يصعب علاجها حقيقة يعني. نعم. طيب دكتور زغلول، ماذا تود أن تقول لهؤلاء المسلمين الذين يرون بأن الشذوذ الجنسي هذا يمثل حرية بالنسبة للبعض، وأن لا وجود لأي مشكلات لديهم مع هؤلاء الشواذ؟ كيف ترى هذا الأمر؟ والله يا أخي الكريم، الذي يقول هذا الكلام من المسلمين هو مخلوق فقد كرامة الإنسانية أولا، وكرامة الإسلام ثانيا. الذي ينادي بذلك هو إنسان منافق، مخلوق منافق يجامل الغرب على حساب دينه وأخلاقه وقيمه، ويجامل الغرب يعني الذي يغرق في الوحل حتى يستمر في الغرق يعني لمزيد من ذلك، يعني الذي يسجله العلماء عن خطورة الشذوذ الجنسي من ناحية صحية، والله يأباه أي إنسان كريم. صحيح. يعني وهو سلوك مخالف للفطرة، يعني حتى الحيوانات لا تقع في هذه الجريمة، فالإنسان بوقوعه فيها يضع نفسه إلى ما دون الحيوانية. امرأة لوط يا دكتور زغلول لم تكن تمارس الشذوذ الجنسي، ولكن كان لديها موافقة على ممارسة هؤلاء القوم، ومع ذلك يعني شاركتهم العذاب ونجا لوط وأهله. كيف ترى هذا الأمر، وما رسائل مستفادة منه؟ لا، امرأة لوط لم تنجو. امرأة لوط أخذت بنفس العذاب. نعم نعم. يعني الذي لحق قومها. صحيح. أنها يعني كانت يعني تدافع عنهم على الأقل. نعم. وهذا نوع من أنواع يعني إيه، التضليل للإنسانية والتضليل للناس، يعني حتى يقعوا في هذا ال هذه الجريمة التي تضيع قيمة الإنسان بالكامل، يعني من أكبر الفواحش. الحديث هنا أن يكون من يرضى بتلك الأفعال مثل امرأة لوط التي رضيت بأفعالهم، ولكنها لم تشاركهم الشذوذ ولكنها رضيت، فالخوف هنا أن ينالهم أيضا نفس العذاب. بدون شك. بدون شك. الذي يوافق على ذلك أو يشجع عليه ولو بكلمة بدعوى الحرية الشخصية هو إنسان مضلل، يعني يعرف الحق والباطل ويشجع الباطل على حساب الحق، مجاملة لهؤلاء أو رغبة في شيء من المكاسب المادية. هل تعتقد بأنه مع الأسف الشديد تلك الدعوات أصبح لها صدى داخل بعض من بلدان العالم العربي، أو هناك تأثر بعض الشيء من الشباب بتلك الدعوات؟ وما من شك أن الانحطاط كالمرض الوبائي. نعم. الانحطاط السلوكي هو من أكثر الأمراض الوبائية التي تنتشر كما تنتشر الجراثيم في جسد الإنسان. وأنا لا أنكر أن الغرب له مراكز في قلب العالم العربي تشجع على الرذيلة وعلى الانحطاط وعلى هذا الشذوذ، يعني لهم مراكز في قلب الدول العربية يعني تشجع على هذا الانحطاط وعلى هذا الشذوذ، ولهم مواقع على الإنترنت، يعني هذا ليس أمرا خافيا على المسؤولين. ومن أكثر ما يمكن أن ينهار بالإنسان عن إنسانيته ويفقده كرامة الإنسانية هذا السلوك الذي يغير الفطرة مغايرة كاملة ويخالف أوامر الله وأوامر أنبيائه ورسله مخالفة تامة. صحيح. والدليل على ذلك هو أنه كثير من أبناء العالم الغربي يرفضون مثل تلك الأفعال ويعلنون صراحة بأنهم ضدها. وكل العقلاء في العالم الغربي يعني يعلنون رأيهم بأنها ضد هذا الشذوذ، ولكن الغربيون لبعدهم عن الدين يعني يغريهم الشيطان بالقول بأن هذه حرية شخصية، من يريد أن يدمر عافيته وصحته له مطلق الحرية أن يفعل ذلك، وهذه ليست حرية، هذا انحطاط في السلوك قبل أن يكون يعني استخدام الحرية الشخصية.
طب دكتور زغلول، يعني حينما يأتي الحديث عن الشذوذ الجنسي تجد هؤلاء يتحدثون باسم الحرية، وحينما نجد مثلا مثال الدولة الأفغانية وحركة طالبان حينما تقرر وضع قواعد شرعية يتدخلون ويطالبون بأمور على غرار الوضع الغربي بأنه يتم فرضها على حركة طالبان والدولة الأفغانية، كيف ترى هذا الأمر وتلك المعادلة؟ وهو المسلمون لا يدركون في غالبيتهم أن هناك مؤامرة كبيرة تقودها الدول الغربية الكبرى في هذه الأيام، والمؤامرة تقتضي يعني فرض القيم الغربية على المجتمعات الأخرى بحد القوة، يعني يعتبرون هذا نوع من أنواع الهيمنة والسيطرة والعلو. ومؤتمر الاقتصادي العالمي الذي يعقد في دافوس سنويا والذي يقوده حفنة من شياطين الإنس يسعون إلى القضاء على 3/4 سكان الأرض، ويسعون إلى فرض حكومة واحدة بقيم سلوكية واحدة ومفاهيم يعني شبه عقدية واحدة، ولا يريدون التعدد في هذا العالم، والأصل في الكون التعدد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب ما هي رسالتك الآن يا دكتور زغلول للعالم الإسلامي أجمع في ظل هذه المرحلة الراهنة الهامة من عمر الأمة الإسلامية؟ يعني إذا سمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحذر فيه من هذه الجريمة الشنعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يفعل بفعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الجزاء هو القتل حقيقة، حتى لا تتفشى هذه الرذيلة في المجتمعات الإنسانية. والشيطان للإنسان بالمرصاد يشجعه، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن يشجعون بقية البشرية على الانحطاط في هذا المجتمع، هذه الجريمة وهذا السلوك الذي يتنافى مع كرامة الإنسان ومع حرية الإنسان. فعلينا أن ندرك ذلك. يا الغرب يحاول فرض قيمه الهابطة على العالم الإسلامي، لأنهم يدركون على أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، وإذا تركوا الأمور تسير بمعدلاته الحالية سيتحول الغرب كله إن شاء الله إلى أمة مسلمة، وهذا ما لا يرضون به على الإطلاق. يعني حضرتك ترى بأن معدلات الإسلام الآن هي الأكثر انتشارا داخل القارة الأوروبية والعالم الغربي، وأنه بإذن الرحمن في الأعوام المقبلة سنشهد بأن الإسلام سيكون هو الأكثر انتشارا في العالم أجمع؟ نعم يا أخي الكريم، يعني هو كل وسائل الاستخبارات الغربية تعترف بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، وينتشر الإسلام بذاتيته، يعني لا توجد دولة عربية أو مسلمة ترعى الدعوة الإسلامية في العالم الغربي، ولا توجد مؤسسات إسلامية قائمة في العالم الغربي، ولكن الإسلام انتشر بذاتيته. وإذا قرأت قصص بعض الذين أسلموا من رموز الفكر والعقل في العالم الغربي تجد أنه أسلم بقدر الله تعرف على الإسلام، أو استمع يعني إلى شيء من القرآن، أو قرأ شيئا من هذا الكتاب العزيز، ولكن لا توجد لنا دعوة حقيقية إلى الإسلام في العالم الغربي أو العالم الغير إسلامي. ولو اهتممنا بذلك هو طوق الخلاص الوحيد للأمتين العربية والإسلامية. صحيح، بارك الله فيك يا دكتور زغلول وحفظك دائما. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل تلك الإيضاحات، وحضرتك بتنورنا وتشرفنا كده دائما. بارك الله فيكم يا أخي، بارك الله فيكم حبيبنا يا دكتور، وأعز الله الإسلام والمسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين.